صحيح، 2017 و2018 صار لي برشا مشاكل مع البوليتيك في ألمانيا. أنا كنت نعاون بروجي اللي تعاون الناس في فلسطين في غزة. البوليتيك ما حبتش اللي أنا نعاون بروجي كيف ما هكا، عمل لي برشا مشاكل، عمل لي برشا بلاساو باش نقص البروجي في غزة. أنا ما حبيتش نقص خاطر الميديا دخلت زاد في الحكاية، و الأخبار اللي خبروا عليه اللي أنا نعاون في تيروريست، نعاون في السلاح، باش يشهدوا السلاح، كذبوا على برشا حاجات. الريزولتا اللي وصلت مع ألمانيا، اللي أنا خرجت من ألمانيا، فسخت الكونترات بتاعي كل في ألمانيا. و دونك من وقتها كسروا لي الكاريير بتاعي، ما صورتش اللي أنا باش نوصل جيش على خاطر نعاون غزة، ما صورتش اللي أنا باش نوصل في البروبليم اللي وصلت معاهم. من وقتها حياتي والكاريير بتاعي تبدلت كومبليتمون، وفي الاخر نقول الحمد لله، معناتها نجم نغزر المرايه، نجم نربط مليح، وفي الاخر المهم اللي كان في قلبي وفي مخي، اللي انا كنت ستابل، والحمد لله خذيت بوسيبيليتي باش نجم نعمل البروجي اللي ديما حلمت بيه.